واحد جوج ثلاثة. هانتوما شوفوا 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 لو كادر شحال واعر. عرفتوا لو كادر كبير راكم شفتوا. هذه لا فوتو اللي داروا ليا. المهم عزلوا ليا هاد لا فوتو هادي نصغر لكم شويه باش تشوفوا مزيان. دونك فوالا كتجي على هاد الشكل هذا. وفي الجناب كيديروا لكم كاع لي فوتو اللي كيكونوا عندكم. هانتوما كاين دي فوتو كبار وكاين دي فوتو انزومي، كاين دي فوتو اللي صغارين هادو انا نبوستيهم لكم في ماباج انستغرام. المهم هادشي كامل كاين في ماباج انستغرام، التصاور كاملين هما اللي كاينين في ماباج انستغرام. واعره صراحه انا عجبتني، حسن ما يجي هنايا داك الفراغ ما كاين والو، تكون اون فوتو يكون حتى لي فوتو ديالكم هنا صغار. فوالا انتما شوفوا هادشي كله انا حطيت لكم في انستغرام ديالي. فوالا صراحه انا عجبتني بزاف، وحتى هنا راه كاينين لي فوتو، يعني حتى في التصويره كاينين لي فوتو، غير هما كيخفيوهم واحد شويه باش تبان مزيان التصويره ديالكم. ترى بنات انا والله تعجبتني صراحه التصويره، عجبتني بزاف بزاف. ونيت كنت باغا نهضر معكم في واحد الموضوع، يعني ابار التصويره كنت باغا نهضر معكم في واحد الحاجه اللي ما عرفتش واش نقولها لكم هنا، ولا حتى ندخل البيت باش نركز معكم، لان دابا الصداع ديال التلفازه واللعبات. ف ديرنييرمون شفتوا لا فيديو اللي كانت تمسحات، هذيك تمسحات ليا على وديت الكوبي رايت اولا، وغنولي نمونطيها غنولي نمونطي، لانني فاش حطيت لكم لا فيديو ديال الاسئله والاجوبه بزاف اللي قالوا لي صفاء علاش مسحتيها، تمسحات ليا بالكوبي رايت. ودابا عندي لا فيديو وليت استرجعتها من التليفون، خاصني نولي ندير لها المونتاج، سي سا هادشي علاش تحيدات. الحمد لله اللي لقيت يعني شي لقطات لقيتهم وشي لقطات ما لقيتهمش من الفيديو، ف حيت اون فوا كنلوح لكم فيديو في يوتيوب كنحيدو من عندي من التليفون باش مابقاش معمر ليا مع الجدادين، سي سا. ثاني حاجه اللي بغيت نناقشها معاكم واللي هي صراحه مساله ضروريه، اللي هي كاملين بكم كنتو شفتوا لا فيديو اللي حطيت ديرنييرمون دابا فاش مشيت درت التبييض بلونشيمون عند الدونتيست، كاملين نوضو كيكريتيكاو انت يلاه قلتي في الاسئله حقا ما حقا البلونشيمون لا وما ديروش. انا كنقول لكم مازال كنقول، واش انا نقول لكم سيرو؟ انا كنقول لكم بلونشيمون ما ديروش، ولكن كاينين شي بنات اللي مساكن سنانهم ما فيهم ما يتشاف صفر بزاف، شنو تقولي لها خليك بسنانك صفر؟ راه سي نورمال انها خاصها تمشي دير بلونشيمون، ولكن خصك تعرفي عند من تمشي، لان البلونشيمون عنده اعراض. وانا داك النهار ما كنتش معوله انني غنمشي ندير البلونشيمون، كنت خارجه نورمال حتى كتصون عليا هويا مالو واش تمشي معايا غندير البلونشيمون، قلت لها صافي نمشي. فاش مشيت لتما هضرت مع السيد وكذا، فقلت علاش لا انا ما نصيبوش. فاش دار ليا راكم ما تكونوش تشوف لا فيديو، فاش دار ليا لو تيست قال لي راه سنانك ديجا بويض. قلت له صافي زعما غيدير ليا بما ان ما غياثرش، قال لي ما غياثرش، ودار لي واحد اللعبه اللي كتحمي السنان، قال لي راه ما غياثرش عليك. قلت له داكور صافي وجربت، يعني مجرد تجربه، ماشي انا كنت عواله ومشي درتو. ما تبقاوش تحكموا على الانسان وانتم ما عارفين حتى شي حاجه، يعني الانسان خاصو غير كريتيكي. انا شنو نخسر عليك؟ غنخسر عليك غنديزاكتيفي لي كومونتير سي تو، ونخلي اللي بغى يضمن شي حاجه فراسو يضمنها. المهم سي سا ابار سا، المهم انا نزيد نقول لكم بزاف ديال الحوايج. المهم نكملوا موضوعنا البنات. مثلا انا كنقولها في هذا الفيديو، مازال كنقولها البنات، حذاري التبييض، حذاري التبييض، حذاري تبييض الاسنان. غتقولوا لي علاش؟ لان فاش كتبيضي سنانك راه اول حاجه خاصك تبقاي تعرفي اش كتاكلي، ما غتبقايش تاكلي اللي بغيتيه، ما غتبقايش تشربي اللي بغيتي، اي اكله فيها مثلا شي حاجه ملونه مثلا الزعفران ولا العيبه ما خاصكش تضري بها نهائيا، خاصك تحافظي على سنانك الا بغيتي يبقى لك داك اللون، يعني داك البيوضه اللي عندك الا بغيتي تحافظي عليها، لان السنان فاش كيتبيضوا كيوليو كيتاثروا باي لون تزاد عليهم، باي لون. كنتي كتشربي القهوه ما خصكش تبقاي تشربي القهوه، هادشي اش كنقول حذاري، ماشي كنقول حذاري راه غيطيحوا لك سنانك ولا ما عرفتش، هذيك حريه شخصيه، هذيك حريتك انت، بغيتي تمشي ديريهم ديريهم. ولكن فاش كتجي عند شي وحده مسكينه اللي سنانها صفر اولا متضررين، يعني عندها صفوريه في سنانها، شنو خاصها دير؟ شنو غنقولها؟ نقولها خليهم صفر؟ بقاي كضحكي هكاك سنانك هكاك دايرين؟ لا، غنقولها اختي سيري ديري التبييض، ولكن حذاري. علاش وعلاش وعلاش؟ يعني ديري التبييض لسنانك نيطويهم، لانك راكي بنت وخاصك الضحكه ديال البنت خاصها تكون نقيه، انا هادشي اللي كنعرف، ما يمكنش شي بنت كضحك والماكله عندها هنا والصفوريه والخز و فين هو غادي، خاصك تكوني كتنيطويي سنانك، سيري ديري لهم التبييض، ماشي مشكل التبييض، بيضي سنانك، ولكن راكي ما غتبقايش تشربي القهوه، راكي ما غتبقايش تشربي المناضه بزاف، يعني شي حاولي انك تشربي مثلا المناضه بيضاء، ما غتبقايش تاكلي اللي بغيتي، فهمتوا؟ حاولي انك تجنبي هادشي، غيبقى لك التبييض زوين، هو التبييض راه زوين، فهمتوا؟
هو التبييض راه حاجه زوينه، ولكن الا كنتي غتحتارميه. اما الا كنتي ما غاديش تحتارميه، اللهم انا كنقول لك ما ديريهش. الا كنتي غادي ديري التبييض لسنانك وموراها غادي تبقاي تمشي وتشربي القهوه وتاكلي اللي بغيتي وتاكلي الماكله فيها الزعفران وتاكلي ملونات، سنانك غيمشيو، سنانك غيمشيو. والتبييض كنقولوا كنولي نعاودها، التبييض مع المده كيرجع صفر، ما كيبقاش هكا، مع المده كيرجع صفر. انا كنقولوا كنولي نعاودها. انا من قبل كنعتني بسناني، كنحك سناني، كنخسر عليهم الفلوس، كنشري دي دونتيفريس، كنقلب هنا كنقلب هنا، كندير دوك لي بوند ديال التبييض، كنحاول انني ندير شي حاجه باش سناني يبقاو مزيانين. دابا فاش درت التبييض ها انا وليت كنتجنب شحال من حاجه. كتكون شي حاجه محطوطه كنشوف واش فيها الزعفران ولا لا، كنشوف شي حاجه محطوطه كنشوف واش فيها شي ملون اولا لا، من واحد الناحيه. يعني ماشي تقاو حيت كاينين شي وحدين خاصهم غير يهضروا، وانت قلتي لنا ديك الخطره كدا، ولا لا قلت لك موتي بالجوع تموتي بالجوع، الا قلت لك نوضي له حراسك تنوضي له حراسك. راكي انسانه مثقفه واعيه كتعرفي شنو ديري، يعني كتعرفي راسك تسيري. انا ما جيتش وقلت البنات ما ديروش، لا، حيت هذاك ما كانش فيديو خاص غير بالاسنان. ملي كان فيديو خاص غير بالاسنان كنت غنعطيكم داك الشيء بالديتاي، اشنو واشنو واشنو واشنو، باش نكون واضحين. لان انا كنبقى نشوف كاينين شي ناس اللي فريمون خاصهم غير الوقت اللي يكريتيكو فيه، خاصهم غير الوقت اللي ينوضوا يخرجوا داك السم وداك الحقد اللي عندهم هنا. ما غديروا معايا والو، ما غتمشيوش معايا بعيد. انا كنقول لكم الصراحه، علاش؟ لان انا الحمد لله حياتي عايشاها، داكشي اللي كيقولي دماغي راه كنديرو. وانا كاين الناس اللي واعيين، كاين الناس اللي واعيين راه فهموا هضرتي شنو هي، راهم ما هضروش، الميساج ديالي راه وصلهم. حيت انا ماشي دكتور ديال الاسنان نجي نقول لكم دير ما ديرش، انا كنقول لكم التبييض زوين ولكن عنده بزاف د الحوايج اللي خايبين. هذه هي هضرتي، هادشي اللي بغيت نقصد. انا التبييض زوين ولكن فيه بزاف د الحوايج اللي خايبين. علاش انا غادي الا كانوا سناتك زوينين ما ديريش، الا كانوا سناتك مقادين بيضين هما هادوك ما ديريش. كانت شهوتك انك ديري ولكن خذي احتياطاتك، حيت ميمكنش ديري تبيض وتجلسي تشربي ليا في القهاوي مع صديق بك، ميمكنش ديري تبيض وتجلسي تشربي في الكواكي مع صديق بك. انا دابا لقيت مشكل، انا مبليه بالمناضه، سو كيفاش غادي ندير؟ الا ما كانتش مناضه اللي هي سبرايت، يعني شي حاجه اللي بيضاء، مشكله عندي، فهمتوا؟ وخاصك ساعه ساعه تنوضي تنطويي سنانك، خاصك تحكيهم. يعني ميمكنش تقولي لي نعست نسيت سناني. شوفوا التبييض عنده بزاف الحوايج خايبين، هذا هو الشيء اللي كنت كنقول لكم انا ها علاش وها علاش. اما التبييض كانوا سنانك خايبين سيري ديري لهم التبييض، سي سا، سدينا القوس حد هنا وسالينا حد هنا وحبسنا واحد القوس اللي كان مفتوح، وبقاو تفهموا الهضره. انا كنوصلها، انا هاد الميساج هذا كنوصلو لبعض الناس، بعض الفئه، بقاو تفهموا الهضره اللي كنقول، حاولوا تفهموا الهضره، حاولوا تفهموا الهضره، فهمتوا؟ ماشي تبقاو غير كتخربقوا. والفيديو اللي كان تحذف ديال الاسئله غادي تولي تحط، خاصو تولي تمونط عاوتاني وتولي تحط، غنحيد منه ديك اللعبه ديال الكوبي رايت وغادي نولي نحطو لكم ان شاء الله، حيت كاين بزاف ديال الناس اللي ما شافوش وبزاف ديال الناس اللي خاصهم يشوفوه. وفوالا هذا ما كان. كاينين بنات واحد اخرين سولوني على السنان، قالوا لي صفاء واش كيضروك فاش كتشربي شي حاجه بارده ولا سخونه؟ لا نهائيا، انا يعني حاليا ما زعما ما ضرونيش سناني حقاش الا شربت ولا ما شربتش، حيتاش ديجا درت سيونس، يعني ما كملتش لي سيونس ديالي. بحال درت سيونس كانت هذه النتيجه، لان ديجا سناني انا كانوا مفتوحين، راه كنتو كتشوفوهم. انا كنت كنستخدم واحد دونتيفريس ديال الفحم، ديال الفحم شنو هو اللي كنقولوا له حنايا، الفاخر، دونتيفريس ديال الفاخر. هو ملي كنت كنحك سناني ما كنت كندير لا وصفات، ما كنت كندير لا تبييض لا حتى شي حاجه، هو اللي كنت كندير. هذه اول مره غادي ندير فيها تبييض لسناني، وما زعما ما شفتش شي فرق كثير في سناني، بما ان سناني كانوا ديجا بويض، فهمتوا؟ فما ما شفتش شي فرق كبير في سناني، ولكن كوميم كاين، كيبانو سنينات نقيقيين ونيتوايين قادير. ها نتوما راه ما كملتش السيونس، لان شوفوا مازال لي هنا الصخوريه، ها هي مازال لي هنا، فما مكملاش السيونس باش الناس بداو كيهضروا. انا مجرد تجربه، كانت تجربه ومن حقي نجرب باش نجي نقول للبنات شنو يديروا، واش واش لا، حيت كاين بزاف البنات اللي سنان ديالهم عندهم مشكل فيه، ولا صفر بزاف، ولا الكركير، ولا الى اخره. غادي يحتاجوا شي حد اللي يكون جرب ويرد عليهم. فانا شنو هو الخدمه ديالي اونجين؟ خاصني نجرب، نمشي نجرب هنا، نمشي نجرب هنا. هذوك الناس اللي كيحسبوها اشهار، هذاك شغلك. فاش كتشوفي اشهار في دوزيام كيعجبك، فاش كتشوفي اشهار في الرباط كيعجبك، هذاك ماشي اشهار، هذاك ما سميتوش اشهار.
فاش كتشوفي هذاك ماشي اشهار غير على صحاب اليوتيوب مساكن صحاب يوتيوب ايوا درتي عكار وقلتي سميتو اذا اشهار لبستي اذا اشهار هو اشهار ومن بعد غتخدمي عيانتي تخدم على راسي سيتو كانت حاجه خايبه راه ما كنحطهاش كانت حاجه زوينه راني كنحطها كنجرب انا الدور ديالي هنا هو انني نجرب نمشي هنا نجي هنا نجرب هنا نشوف هادي نشوف هادي نشوف هادي نجرب عاد نجي نعطيكم اما كون كنت انا غير كنجي ونعطي ما غاديش نوصل لهادشي اللي واصله ليه انا كون كنت انا غير كنجي ونحط ما غيبغيونيش الناس بهاد السرعه هادي فهمتوا فهادشي اللي كنقول لكم انا كنجرب وكنولي نجرب وكنولي نجرب علاش كيعجبكم دوك بعكيكات اللي كيتبعكوا عليكم وما نعرفش اشنو هادوك كتموتوا عليهم دوك اللي تيبقاو يسبوا فيكم ويعايروا فيكم ويحشوا فيكم في الهضره وهذا هادوك كيعجبكم وانا كنشوفهم بعيني صراحه وتيعجبوني نقول لكم صراحه كيعجبوني علاش لان كاين بعض الناس داكشي اللي يستاهلوا داكشي اللي يستحقوا هذيك الهضره بديك الطريقه وداكشي كتقول لها بغيتي ما بغيتيش تخرجي تفرجيش فيا بهاد الطريقه كيقولوها المهم انا جيت دابا وهدرت معكم كنتمنى ان المساج ديالي يكون وصل ماشي اي حاجه تبقاو تسرعوا باش تكتبوا وتخرجوا داك السم والحقد اللي عند بعض الناس هنايا سيري خرجيه في حاجه اخرى ما تجيش تخرجيه في وحده ما دايره لك والو ما بزجاتش عليك اصلا باش تتبعيها بحال دابا شي وحده كتدخل تقول لك وي ما بقيتش كنحملك والله ما نولي نتفرج فيك وما كتحمل ما تفرجيش بردي على راسكم ما تفرجيش صافي سهله واحد الانسانه انا ما كتعجبنيش في السوشيال ميديا ما صافي الله يسهل عليها تمشي الله يعاونها ما بقاش تفرج فيها صافي هكا التليفون داروا فيه هكا جلسي للفوق وتفرجي داروا فيه بوطونه سميتها بلوكي صافي ديك السيده ما عندكش معاها ما بقاش تفرجي فيها تحمقيش راسك ماشي انت ما عندكش معاها وحاضيه شنو دارت وشنو فعلت وشنو قالت وكتسنيها غير دير ابسط طيحه باش انت زعما تنوضي تباني واعره وتجلسي تكتبي هذاك راه كيبقى غير كومونتير ما داها فيك حتى واحد هذاك تيبقى غير كومونتير ما سوق لك حتى واحد الكومونتير كو بارفو تيدخلوا البنات الا شات شي وحده داك الكومونتير وما عجبهاش تيصبحوا شابعين فيك سبان علاش عليك اللهم بلاش فانا كنقول لكم نولي نعاود تعلموا انكم تبقاو تفهموا الكلمه الهضره اللي كنقول انا تعلموا انكم تبقاو تفهموها وقبل ما تسرعوا شفتي شي حاجه ماشي هي كتجي تدخلي عندي قولي لي اختي صفاء راه قلتي واحد الحاجه في الدقيقه الفلانيه بالضبط شرحيها لي كثر راني ما فهمتهاش ندخلوا نشرحها لك شنو قصدت بها وشنو قصدت بها ماشي كاينين شي بعضين شي ناس قلبهم خبيط لواحد الدرجه اللي ما يمكنش خصهم غير فوقاش يسبوا وها انت سبتيني شنو غتستافدي ها انت عايرتيني شنو استفدتي مثلا ها انت عايرتيني انا وعايرتي يوتيوب زوج واحد اخر وعايرتي واحد اخر عايرت شنو كتستافدي حيت انت في الحقيقه انسانه كيفاش نقول لك انسانه خاويه حيت اللي بنادم عامر ما عندوش الوقت ما عندوش مع شي واحد ما عندوش الوقت باش انه يدخل يسبو ويبقى حاضيش كيديروا داكشي نهائيا ما عنديش معاك ما غنتابعكش وداك الانسان اللي فيه السبان في الكومونتير عرفوا انسان تافه انسان خاوي ما عنده ما يدار داكشي مسكين اللي ما كيقدرش يديرو في الواقع داك العياقه اللي ما كيقدرش يمثلها في الواقع غيجي يمثلها في التليفون على انسان واحد اخر هادشي اللي كاين فانا كنقول لكم انا كانا كيفاش كنقرا كومونتير خايب كنقرا بهذه الطريقه كنقول مسكينه هذه ما عندها ما يدار سبحان الله حيت كاين فرق ما بين انك تجي تنتقدي وتقولي اختي راه شنو ها شنو راه ما عجبتنيش اللقطه الفلانيه كنتمنى انك تقديها تحسنيها اختي راه ما فهمناكش في اللقطه الفلانيه كنتمنى انك تشرحي لنا شنو قلتي في الفيديو الجاي ماشي كتشوفك غير درتي الزط كتشدو وتبقى تعطيك سطل سطل اشنو كاين فين هو غادي ما تقطع عليا ضو ما تقطع عليا ما فينا هو غادي المهم ما عليناش انا كنتمنى فريمون انا الميساج يكون وصل عارفه بلي طولت عليكم مي الميساج كنقولها وكنولي نعاودها ماشي لكلشي ماشي لكلشي لبعض الناس اونت بارونتيز بعض الناس بعض الناس اللي غتشوف لا فيديو وتحس براسها تقصحات وما عجباتهاش هضرتي راه عليك اختي داويه انا اللي غتفرج وغيجيها بلي صفاء عندها الحق في هاد الهضره اللي كتقول اولا ما على باليش بهادشي اللي قال صفاء راه ماشي عليك اختي ولكن اللي شافت الفيديو وتقصحات حسات براسها تسمسمات وغتدخل لك كومونتير عاوتاني باش عليك اختي هضرت وفوالا هذا ما كان نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي وكنبغيكم بزاف وخليت لكم حتى لاباج ديال بالنسبه للبنات اللي بغيتو حتى هما يديروا داك الكادغ واللعيبات هذا ما كان باي باي عليكم